مساء الخير، أود أولا أن أشرب على صحتكم جميعا، ففي الخمر الحقيقة. عنوان مداخلتي لهذا المساء هو الآتي: شعب الله المختار وخير أمة أخرجت للناس. إذن شعب الله المختار وخير أمة أخرجت للناس. شاهدت شريطا قصيرا عن رواندا البلد الأفريقي، فبكيت بكاء مرا على حالنا في الشرق الأوسط. سوف أضع لكم الشريط تحت هذا الشريط، وأدعوكم لمشاهدته لعلكم تشاركوني البكاء. ففي هذا البلد، وقعت في إبريل 1994 إباتات جماعية على يد مجموعة الأغلبية هوتو الذين قاموا بذبح قرابة 1,000,000 رواندي من جماعة الأقلية التوتسي في مدة 100 يوم. 1,000,000 رواندي تم ذبحهم من الأكثرية. أكثرية ذبحوا 1,000,000 من الأقلية في 100 يوم، ولم يتدخل العالم أو يرغب في التدخل لإيقاف المذبحة. وبعد قرنين من تجاوز محنة الحروب الأهلية والنزوح وجرائم الاغتصاب، ورغم صغر المساحة وارتفاع الكثافة السكانية، تواصل رواندا مسيرة التنمية، مصبحة سابع دولة على مستوى العالم في النمو الاقتصادي. وقد أطلقت أول قمر صناعي في تاريخها لربط مدارسها ومناطقها الحضارية بالإنترنت المجاني. كيف تمت تلك الأعجوبة؟ الجواب بسيط: من خلال تبني دستور ثوري بكل معاني الكلمة، يلغي التمييز العرقي والديني بين مواطنيه. وسأعطيكم تحت الشريط رابط لهذا الدستور في 3 لغات: فرنسي وإنجليزي ولغة أفريقية ثالثة. ويكفي هنا ذكر المادة 10 من هذا الدستور، التي تنص خاصة على منع إنكار حدوث جرائم الإبادة واستئصال الفكر الذي أدى للإبادة، مع تعهد بتطبيق مبدأ تقاسم السلطة بصورة عادلة والمساواة بين الرجال والنساء في تولي المناصب الهامة، بإعطاء 30% من تلك المناصب على الأقل للنساء، والبحث عن حل المشاكل من خلال التوافق والحوار. أما المادة 16 فهي مستوحاة من الفقرة الأولى من المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تقول: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون ما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير سياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. يعني المادة 16 تقريبا أخذت مضمون المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حذفت التمييز على أساس الدين وحذفت التمييز على أساس العرق. هذا هو سر
نجاح رواندا الاقتصادي والاجتماعي. إذا لم يتم اعتماد مبدأ المساواة بين المواطنين دون تفريق على أساس الدين أو الانتماء العرقي أو غيره، لا يمكن لدولة ما أن تتقدم اقتصادياً واجتماعياً. وهذا هو نفس المبدأ الذي تبنته سويسرا في دستورها لعام 1874. وإن نظرنا إلى منطقتنا الموبوءة بالحروب الدينية، وخص بالذكر إسرائيل ودولة فلسطين، نجد أن دولة رواندا الأفريقية تبنت دستور 1000 مرة أفضل من القانون الأساسي الإسرائيلي والقانون الأساسي الفلسطيني، ناهيك عن دساتير الدول العربية الأخرى. وهذا هو سبب استمرار الصراع في منطقتنا بين الفلسطينيين واليهود. لنبدأ باليهود. يدعي اليهود بأنهم شعب الله المختار، ويدعي المسلمون بأنهم خير أمة أخرجت للناس، وتتشدق إسرائيل بأنها حصلت على عدد كبير من جوائز نوبل، كما يتشدق الفلسطينيون بأنهم يعدون أعلى مستوى من خريجي الجامعات. ولكن الحقيقة تبين أن المجموعتين في أسفل سلم الإنسانية، فالإنسانية تفترض أن لا تميز بين الناس على أساس الدين أو العرق، وأن تعامل الجميع بالمساواة كما جاء في المادة 16 من دستور رواندا والمادة 2 من إعلان العالمي لحقوق الإنسان. فما فائدة أن تحصل على كل جوائز نوبل وأن تسجل أعلى مستويات من خريجي الجامعات إذا تنقصك الإنسانية؟ ما الفائدة؟ احصل على كل جوائز نوبل اللي تريدها وخرج كل أبنائك من الجامعات، لكن إذا نقصتك الإنسانية فلا فائدة من كل ذلك. وحسب قول السيد المسيح، ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ إسرائيل تعتبر نفسها دولة يهودية وتمارس التمييز ضد غير اليهود، وقامت بهدم 81% من قرى فلسطين، وشردت أهلها لسبب واحد، أنهم غير يهود، وترفض عودتهم، بينما تسمح لأي يهودي من دول العالم أن يأتي إليها ويستولي على أرض وممتلكات الفلسطينيين. وهذا هو نص قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل، الذي يعرف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، وقد أقره الكنيسة الإسرائيلي في 19 يوليو عام 2018، وهو بمثابة القانون الأساسي لدولة إسرائيل، وهو خرق سافر لحقوق الإنسان. إسرائيل ما عندهاش دستور، عندها قوانين تعتبر قوانين أساسية لا تتضمن مبدأ المساواة بين الناس، لا تتضمن مبدأ المساواة بين الناس. ماذا يقول هذا القانون الأساسي لدولة إسرائيل؟ أولاً، المبادئ الأساسية: أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي،
وفيها قامت دولة إسرائيل. دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير. ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي. لن أقرأ لكم كل نص هذا القانون العنصري النازي، لكن سأقرأ لكم بعض الفقرات التالية. العلاقة مع الشعب اليهودي: تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودا أو مواطنين في الدولة. تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي. تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات. تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته. يعني تسرق الأرض من غير اليهود لتعطيها لغير اليهود، لتعطيها لليهود، المعذرة، تسرق الأرض من غير اليهود لتعطيها لليهود من جميع بقاع العالم. هذا إذن القانون النازي الإسرائيلي الذي يخالف حقوق الإنسان لأنه يميز بين الناس على أساس الدين. وإذا انتقلنا للقانون الأساسي الفلسطيني، لرأينا أيضا أنه مخالف لحقوق الإنسان في عدد من مواده، نذكر منها على سبيل المثال المادة الرابعة التي تقول: الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين، ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها. الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. وضع مثل هذه المادة في الدستور لا مبرر له، فالدولة يجب عليها أن تأخذ موقفاً حيادياً من الدين ومعاملة الجميع على أساس المواطنة وليس على أساس الدين. وهذه المادة تناقض المادة التاسعة من الدستور ذاتها التي تقول: الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء، ولا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. طب كويس، أنت في المادة التاسعة بتقول في مساواة، طب ليه أنت بتحط للإسلام دين الدولة؟ ليه؟ ليه بتضع لي الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع؟ ليه؟ وهناك المادة 35 التي تقول: يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالي أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا. ماذا يقول في القسم؟ أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن مقدساته وللشعب ولتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد. والمادة 49 تقول: قبل الشروع بالأعمال يقسم كل عضو اليمين التالي أمام المجلس: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما، وأن أحترم القانون وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد. هذا القسم مخالف للحرية الدينية لأنه يفترض انتماء الرئيس وعضو المجلس لدين معين.
وهناك المادة 101 التي تقول: المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون. كرر: المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقاً للقانون. هذا يعني الإبقاء على القوانين والمحاكم الطائفية. ومن المعروف أن الشريعة الإسلامية التي تطبقها المحاكم الشرعية تفرض تمييزاً على أساس الدين، فتسمح مثلاً في زواج المسلم من مسيحية، بينما تمنع المسيحي من الزواج من مسلمة. وهذا مخالف للمادة 18 من الدستور ذاتها التي تقول: حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. ومن المعروف أن المسلم الذي يترك دينه يفقد الولاية على أطفاله، ويتم تطليقه من زوجته، ويحرم من الميراث. كما أن من لا ينتمي إلى دين سماوي لا يمكن له عقد زواجه، لأن الزواج في يد الطوائف الدينية. هذا وإقامة دولتين، الواحدة دينها الإسلام والأخرى دينها اليهودية، هو في حقيقته تمييز بين سكان المنطقة. مع العلم أن اليهود لا يخفون أطماعهم في الاستيلاء التدريجي على الأرض وحرمان سكان فلسطين من حقوقهم لسبب واحد، أنهم غير يهود. وهذا الوضع كفيل بأن يستمر الصراع إلى ما لا نهاية بين الطرفين. فحتى وإن تم فرض حلول سياسية على الشعبين، فإن هذه الحلول إن لم تأخذ بمبدأ المساواة في الحقوق دون تمييز، فإن تلك الحلول هي مجرد قنبلة موقوتة ستنفجر عاجلا أو آجلا. ومن هنا نرى ضرورة إقامة دولة واحدة مع حقوق متساوية للجميع على كل فلسطين، سمها كما تشاء، لكل سكانها، بما في ذلك حق اللاجئين في الرجوع لقراهم التي هدمتها إسرائيل. ومن الضروري أيضا أن تعترف إسرائيل بجرائمها ضد اللاجئين، وأن يتخلى كل من اليهود والمسلمين في فلسطين عن أفكارهم الإقصائية على أساس الدين، وأن يسعيا لإيجاد حل للمشاكل من خلال التوافق والحوار. كما يجب على الدول العربية والإسلامية التخلي عن أفكارهم الإقصائية على أساس الدين، واعترافهم حقوق اليهود والطوائف الدينية الأخرى دون أي تمييز، وتعطي لهم حق العودة لأوطانهم الأصلية مع التعويض عما وقع عليهم من ظلم. أظن أنكم فهمتم الأمر. رواندا مرت في حروب طاحنة، أهلية طاحنة، قتل فيها في 100 يوم 1,000,000 تتسي من الأقلية. ثم تبنى الدستور حديث، ألغت التمييز على أساس العرق والدين، وأصبحت سابع دولة في العالم في النمو الاقتصادي، وأطلقت قمر صناعي لربط المدارس بين بعضها مجانا. بينما نحن في دولنا العربية والإسلامية وفي إسرائيل ما زلنا نميز بين الناس على أساس الدين، وهذا هو السبب الرئيسي في تخلفنا وفي الحروب التي لا تنتهي بيننا والحروب الأهلية داخل دولنا. من المخجل
أن ترى دولة أفريقية مثل رواندا تتبنى دستور 1000 مرة أفضل من القانون الأساسي الإسرائيلي ومن القانون الأساسي الفلسطيني، وكل منهم يتبجح أنه شعب الله المختار وأنه خير أمة أخرجت في الناس. وإسرائيل تدعي أنها متقدمة علميا وما تريد وحصلت على جوائز نوبل، والفلسطينيين يقولون لك بأن عدد نسبة الجامعيين بين أبنائهم عالية جدا، ولكن في نفس الوقت فقدوا إنسانيتهم التي تعني أن تعامل الجميع مهما كان دينه على قدم المساواة. تنتهي هنا مداخلتي لهذا المساء، وأشرب مجددا على صحتكم جميعا. ففي الخمر الحقيقة، أرجوكم أن تشتركوا في قناتي وأن لا تنسوا تكبسوا على الزر لكي تصلكم الأشرطة القادمة. اتركوا تعليقاتكم إن تريدوا، سأحاول الرد عليها على قدر الإمكان. ليلة سعيدة، مع السلامة.